17 نوعاً من الأطعمة يمكنك أن تتناول منه قدر ما تشاء. لنكن صريحين، من الصعب عليك مقاومة الرغبة الشديدة بتناول الطعام الشهي وأنت تتبع حمية صارمة، فهي تشعرك بالجوع طوال الوقت، وعندما تفتح الثلاجة تكاد تستحيل عليك مقاومة الإغراء بسحب وجبة غير صحية. إلا أن هناك بعض الأطعمة التي بالإمكان تناولها من دون التعرض لخطر اكتساب الوزن. هل بإمكانك تخيل تناول الفشار في أي وقت وبأي مقدار كان؟ لتكتشف الأسباب وراء إمكانية ذلك، شاهد قائمتنا للأطعمة التي لن تجعل لك سمينا على الإطلاق. 17. الكرفس. يزودك الكرفس بست سعرات حرارية، فقرابة 95% منه ماء. يحتوي هذا الطعام الصحي الرائع على 30% من الاحتياجات اليومية لجسمك لفيتامين كي، كما وللكرفس خواص مطهرة ومضادة للحساسية، وبإمكان هذه النبتة التحسين من عملية الهضم لديك ومن صحتك بشكل عام. وتذكر أنه من الأفضل تناول الكرفس وهو طازج، حيث أنه يفقد معظم خصائصه المفيدة في غضون 5 أيام من لحظة تقطيعه. 16. الجرجير. في كوبين من الجرجير 10 سعرات حرارية، وهذا ما يساعدك على أن تنحف من دون أن تؤذي صحتك، كما وأنه قادر على محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة وعلى زيادة مستويات الهيموغلوبين في الدم والتحسين من مناعتك. بإمكانك خلط الجرجير مع الجبن الأبيض وإضافة زيت الزيتون إليه. 15. بياض البيض. بإمكانك تناول بياض البيض بكميات كبيرة، حيث تحتوي البيضة الواحدة على 17 سعرة حرارية فقط، حتى أنه مفيد لأولئك الذين يتبعون حمية غذائية صارمة. ووجد العلماء أيضا أن البيض يمنحك الشعور بالشبع لفترات أطول من الأطعمة التي تحتوي على كميات أكبر من الكربوهيدرات. امزج البياض مع القليل من الطماطم واحصل على أفضل طبق عجة على الإطلاق. ولكن إذا كنت تكترث لمظهرك، فمن الأفضل تجنب استخدام الزيت عند القلي. 14. الخس. يحتوي الخس على الكثير من فيتاميني ألف وسي، بالإضافة إلى حمض الفوليك والحديد، وهو خال تقريبا من السعرات الحرارية، بين 10 و20 سعرة حرارية حسب كل نوع، لذا لن يسبب تناول كميات كبيرة منه أي زيادة في الوزن. تساعد إضافة الخس إلى حميتك الغذائية على التخلص من التوتر والشعور بالهدوء وتحسين النوم. ولكن تذكر أنه لا يمكنك الاكتفاء بتناول الخس والخضار النيئة لوحدها، حيث أن اتباع حمية غذائية صارمة كهذه يضر أكثر مما ينفع. 13. الخيار. يحتوي الخيار تقريبا على كمية الماء ذاتها في الكرافس 97% وعلى 16 سعرة حرارية فقط. وللخيار الطازج المقرمش منافع صحية كبيرة، إذا أن قشرة الخيار تحتوي على معظم قيمته الغذائية، ولا سيما مادة البيتا كاروتين المقوية للنظر، لذا من الأفضل ألا تقشره. كما أن تناول الخيار الطازج يعمل على ترطيب جسمك وإعادة عملية الأيض لحالتها الطبيعية وترطيب بشرتك. 12. القرنبيط. يعد القرنبيط مصدرا ممتازا لفيتاميني سي وكي، كما أنه يحتوي على 25 سعرة حرارية، وتستفيد أكثر من قيمته الغذائية عند تناوله نيئا. ولكن إذا كنت لا تحب مذاقه العادي، فإليك وصفة صحية لعجة القرنبيط. ستحتاج إلى 3 بيضات، نصف كوب من الحليب، 198 غراما من القرنبيط، القليل من الخضار الورقية، زيت البذور للقلي. قطع القرنبيط إلى قطع صغيرة ودعه يغلي ل7 دقائق في الماء المملح. قطع الخضار ناعمة واخفق البيض والحليب معا. عندما ينضج القرنبيط أفرغه في المصفاة. سخن الزيت في المقلاة وأضف القرنبيط والخضار. حرك خليط البيض والحليب واقل أحد جانبي العجة ومن ثم اقلبها. 11. الطماطم. تحتوي حبة الطماطم الواحدة على 25 سعرة حرارية، فالطماطم مليئة بالليكوبين وكل من فيتامين ألف وسي وبيتو وحمض الفوليك والألياف والكروم والبوتاسيوم، كما أنها تزودنا بالكثير من العناصر الغذائية الضرورية لصحتنا. وبالإمكان أيضا اعتبار الطماطم مضادات حيوية طبيعية لقدرتها على مساعدتك في التغلب على الآثار الضارة التي تتعرض لها في بيئتك. 10. البروكلي. يحتوي البروكلي على 31 سعرة حرارية،
وهو واحد من الأطعمة المفضلة لمن يرغبون بخسارة الوزن، فبالإضافة للفيتامينات ألف وسي وإي وكي، يحتوي البروكلي أيضا على قرابة 20% من كمية الألياف التي تحتاجها يوميا. وفضلا عن ذلك، فإن إضافة البروكلي إلى حميتك الغذائية قد يساعد في التخلص من كميات الماء والملح الزائدة في جسمك. 9. البرتقال. يعد البرتقال واحدا من أكثر الفواكه لذة، وهو مشهور باحتوائه على فيتامين سي. بالمناسبة، إن المادة البيضاء الموجودة تحت قشر البرتقال، اللب الأبيض فيه، ممتازة لك، فهي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، مما يساعد في خفض نسبة الكوليسترول. لذا لا تنتزع لب البرتقال الأبيض عندما تأكله في المرة القادمة، كما أن البرتقالة الواحدة تحتوي على 80 سعرة حرارية فقط. 8. الكالي. تماماً كأي أعشاب بحرية أخرى صالحة للأكل، يحتوي الكالي على كمية كبيرة من اليود، كما أنه تقريباً خال من السعرات الحرارية، ففيه حوالي 32 سعرة حرارية، ولكن هذا لا يعني أن تسارع في صنع طبق السوشي بالأعشاب البحرية، فتذكر أن الأرز يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر، وهكذا منتجات لا تساعد في خسارة الوزن. 7. البازلاء السكرية. تحتوي البازلاء السكرية على كمية منخفضة من السعرات الحرارية، ففي الكوب الواحد منها حوالي 35 سعرة حرارية، كما أنها غنية جدا بالألياف والبروتينات، ويقلل تناول البازلاء السكرية من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية، ويبطئ من شيخوخة البشرة. 6. الجريب فروت. يساعد الجريب فروت على تحقيق الاستقرار لمستويات السكر في الدم، كما أنه غني بفيتامين سي، وقد يساعدك في خسارة الوزن الزائد في منطقة الخصر، وذلك نتيجة لانخفاض سعراته الحرارية. تحتوي ثمرة الجريب فروت الواحدة على 50 سعرة حرارية فقط، وبإمكانك أن تتناول نصف حبة قبل كل وجبة، أو أن تحضر منها عصير الجريب فروت. 5. الشمام. ترضي هذه الفاكهة حبك للحلويات من دون أن تفسد حميتك الغذائية، ويحتوي الشمام على ما يزيد عن نصف الكمية اليومية الموصى بها لكل من فيتاميني ألف وسي، وفيه 55 سعرة حرارية فقط. بالإضافة إلى هذا، يفيد الشمام في الوقاية من الإنفلونزا، ويعزز الجهاز المناعي. 4. الفراولة. إنها غذاء لا بد منه لمن يرغبون بخسارة الوزن بصورة طبيعية، فالفراولة غنية بالبوتاسيوم والألياف، ولها تأثير مضاد للالتهابات. يبدو مدهشا، ولكن تحتوي بضعة ثمار من الفراولة على الكمية ذاتها التي تحتويها حبة برتقال من الفيتامين سي، وبخمسين سعرة حرارية فقط. 3. التوت البري. يعد التوت البري مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة والفيتامين سي، وله مذاق رائع، كما أنه ملائم لمن يتبعون حمية غذائية منذ فترة طويلة. الكمية التي يحويها التوت البري من السعرات الحرارية منخفضة نسبيا، 62 سعرة حرارية فقط. 2. الفشار. لن يؤثر على جسمك أبدا تناول كوب من الفشار، حيث تتكون وجبة الأفلام هذه بمعظمها من الهواء، وبإمكانك تناولها بدون خوف من زيادة في الوزن. بالطبع يجب أن لا تكون حلوة أو بالكراميل. يحتوي الفشار الخالي من الإضافات على 31 سعرة حرارية فقط لكل 99 غراما. 1. التوت الأزرق. يحتوي التوت الأزرق على كمية من مضادات الأكسدة تفوق أي فاكهة أخرى، لذا سيساعدك كوب من التوت الأزرق على تحقيق التوازن في حميتك الغذائية، فهذا الطعام ذو سعرات حرارية قليلة، 85 فقط، لذا لا تقلق بشأن زيادة الوزن وأنت تتناوله. والآن، ما الذي يساعدك في التحكم بوزنك والحفاظ على مظهر لائق؟ شاركنا أفكارك في التعليقات أدناه، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والنقر على اشتراك لتبقى في الجانب المشرق من الحياة.